نحن قلنا يعني ذاك أن هذه أجندة، هذه خريطة يعني تهدف إلى رسكلة النظام، إلى إعادة بسط سلطة النظام، وإلى يعني استهداف الحقوق والمكتسبات المكاسب التي انتزعها الشعب الجزائري بنضاله منذ الثمانينات. واليوم للأسف يعني 3 سنوات بعد اليوم يعني عشنا احنا الديكور يعني الديكور الوطني، في عوض أن اليوم يكون يوم يعني احتفال للتغيير لانتصار الحريات، اليوم كان يوم اعتقالات، كان يوم يعني حوادث امنيه، كان يوم يعني لترسانه امنيه يعني رهيبه. انا كنت في الجاليه يعني لاحظت هذا يعني السلوكات، هذا يعني الوجود الامن الكثيف، وحتى يعني اعتقالات العشوائيه، يعني اعتقالات المواطنين بمجرد تواجدهم يعني في الفضاء العمومي حتى داخل يعني الحافلات. احنا يوم يعني نظمنا لقاء في مكتب حقوق الانسان بجايه، يعني شفنا التخويف والترهيب الذي يعني مارسه السلطه لمنع المواطنين حتى الاجتماع العمومي، وحتى يعني تظاهر، حتى وان التظاهر يعني التظاهر السلمي هو حق من حقوق الانسان وهو يعني حق دستوري. اليوم للاسف 3 سنوات يعني بعد فبراير 2019 اين يعني الشعب الجزائري انتزع الحقوق نقولها احنا هي حقوق مكتسبه، منها حق التظاهر السلمي، حق التعبير، حق يعني التنظيم، يعني حقوق كانت يعني منتزعه الشعب الجزائري منها يعني مظاهرات سلميه منذ سنين خاصه في الجزائر العاصمه. اليوم رجعنا يعني اليوم رجعنا الى نفس يعني النظام، نفس السلوكات، اكثر من ذلك نقول اخطر من ذلك. يعني اليوم وصلنا يعني الى حتى يعني نقول منع الجزائريين من احياء ذاكره النظام الحراك. واليوم شفنا نفس النظام الذي دستر الحراك، الذي اعلن يعني ورسم اليوم الوطني الحراك يعني كيوم وطني 22 فبراير، اليوم يعني سكوت تام في في يعني من الجانب الرسمي ومن جانب يعني حتى الصحافه، يعني الصحافه الوطنيه، الصحافه العموميه، يعني حتى كلمه على الحراك. هذا دليل يعني واضح ان السلطه ما يعني لم تكن ابدا مع الحراك، كانت يعني دائما ضد الحراك منذ البدايه، حاولت استغلال الحراك، حاولت استحواذ على الحراك. يعني حين يعني اتضح ان الحراك كان حراك سليم، يعني حراك وطني، يعني حراك لم يطلب فقط إطاحة رئيس بوتفليقة أو ضد العهد الخامسة، بل طلب إعادة بناء دولة القانون، دولة الحريات، الدولة الاجتماعية الديمقراطية. النظام يعني انقلب على الحراك وأصبح الحراك العدو اللذيذ. واليوم شفنا اليوم نقول يعني نستغرب يعني كل اعتقالات طلب، قالت يعني مواطنين في يعني حتى يعني وصلنا من يعني منع التظاهر السلمي، وصلنا الى حتى منع السير، يعني حتى يعني منع التنقل، وهذا يعني خطير، يعني خطير جدا، يعني وين يوصل المواطن ما يقدرش يتنقل بحريه في 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 حيه وفي في 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 يعني في في بلده في وطنه. يعني هذا يعني نقول يعني انحراف خطير. لهذا احنا كرابطه حقوقيه منذ البدايه اطلبنا التغيير الحقيقي، اطلبنا احترام حقوق الانسان، اطلبنا تحرير الفضاء العمومي، الفضاء السياسي، الفضاء الاعلامي، تحرير يعني واطلاق سراح كل المعتقلين. واليوم يعني اليوم نقول اليوم هو يعني يوم تجربه، يعني يوم نقول اختبار حقيقي. النظام الذي قال وكان يقول ان مات الحراك، ان يعني لم يبقى حراك، اليوم هو بذاته برهن ان الحراك ما زال في قلوب الجزائريين، في ذاكره الجزائريين، الحراك حاضر بالدليل كل الترسانه الامنيه التي يعني يعني اخرجت الى الشارع لمنع الجزائريين لاحياء يومهم الوطني. يعني نقول للاسف يعني 3 سنوات من بعد يعني بعد الحراك، 3 سنوات يعني نظام، 3 سنوات يعني مقاومه سلميه، 3 سنوات يعني معاناه للشعب الجزائري في الصمت، يعني حفاظا على الوطن، حفاظا على الامن العمومي، حفاظا يعني على الدوله. النظام يعني لا زال طيب هل في رايك النظام سعيد صالح، هل النظام ينتقم في رايك؟ لانه الشعب الجزائري والحراك كسر حاجز الخوف، هل هو انتقام؟
ممكن قراءة ذلك، ممكن قراءة ذلك لأن النظام، أنا نقول أن النظام لم يتغير، وبعض وجوه نظام بوتفليقة يعني رجعت إلى شدة الحكم اليوم، يعني رجعت إلى شدة الحكم. ونظر يعني هذه الناس هذو لن يغفروا النظام الذي انتهى أو الذي إنهى يعني عهدة بوتفليقة، لأن عهدة بوتفليقة يعني كانت عهدة 20 سنة، عهدة يعني سلب الخيرات، عهدة يعني نهب يعني الاقتصاد الوطني، وهما بالذات يعني النظام بنفسه لسنة عصابة، النظام نفسه، النظام نفسه لسماع عصابة. واليوم يعني نشوفه يعني أوجه من نفس يعني النظام الذي ذقبه النظام، يعني سماها نظام الحالي بعصابة، يعني ترجع إلى سدة الحكم يعني بطريقة يعني شغل ما كانش كاع حراك. يعني نقول الشعب الجزائري اليوم يعني فهم كل شيء، الشعب الجزائري اليوم فهم كل شيء، حتى وأنه يعني اليوم أنا نظن أن الشعب الجزائري يعني اختار يعني مسار يعني دون رجعة، ألا هو مسار يعني السلمي. الشعب الجزائري لا يريد المواجهة مع النظام، وقد أخاطب المواجهة العنيفة. يعني الشعب الجزائري لاحظناه في عدة مرات، حتى اليوم يعني شفنا يعني شباب سلميين، شباب يعني مسالمين، يعني شباب يعني يتفادوا حتى المرور أمام الحواجز الأمنية. يعني باش نقول أن الشعب لا يريد احتكاك مع يعني وهل هذا في رأيك يؤكد يزيد يؤكد أنه حجة الحراك على سلمية الحراك بالعكس، وأنه عدم الخروج حتى هو أيضا حراك اليوم بالذات؟ نعم 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 انا نقولها نعم نعم بالدليل. قلت لك يعني يعني حتى الناس ما خرجوش يعني للمسيرات، ونظن يعني ما كانش يعني حتى يعني مبرمج هذه المسيرات هذو، حتى وان كان يعني تضخيم يعني النظام لكي يبرر يعني التعسف لكي يبرر الوجود الامني، ولكن الشعب الجزائري انا نقول الحراك راسخ للابد داخل الذاكره الوطنيه. يعني 3 سنوات من بعد مع كل الترسانه القمعيه يعني التعسفيه التي وضعت، النظام لم يستطع يعني ان يمحي يعني نقول شراره الحراك في قلوب الجزائريين. الشعب الجزائري ما زال متمسك بهذه الرغبه العميقه للتغيير. والحراك ليس حزب سياسي، الحراك ليس هيئه وطنيه او يعني منظمه، الحراك هو يعني الشعب، يعني هو نقول يعني مواطنين بسطاء، شباب، يعني نخبه، هذا هو الحراك. الحراك هو الشعب الجزائري باكمله. الشعب الجزائري حتى اليوم يعني يطالب بالتغيير، لان التغيير لم يحدث، لأن التغيير لم يحدث، بالدليل على الحالة السياسية، الانسداد السياسي، تضييق على الحريات، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، يعني حتى ونقول يعني وصلنا يعني في الجانب الحقوقي إلى يعني تقهقر يعني رهيب في الجانب الحقوقي، في الجانب السياسي، في الجانب يعني الحريات. اليوم أنا نظن يعني هذا الرغبة مازالها قوية. طيب، وهذا يقودني إلى سؤال أخير سعيد صالح، يعني هل المنظومة لها ما تقدم، أم كما تقول قوى البديل الديمقراطي في بيانها اليوم بمناسبة ذكرى ثالثة للحراك، أنه استمرار المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنظام سيؤدي بالجزائر إلى حالة من عدم الاستقرار الخطير، الذي يمكن أن يهدد ليس فقط التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، ولكن ديمومة الدولة. إن الطريقة إلى حل الأزمة السياسية في الجزائر لا يزال موجودا ويتجلى من خلال خضوع سلطة الأمر الواقع الحالية لإرادة الشعب الجزائري ولمطالبه الديمقراطية والاجتماعية. النظام أفرض يعني أجندة الانتخابية، يعني بعد انتخابات البلدية استكمل الأجندة الانتخابية واستكمل خارج الطريق بتاعه. هذا الخريطة الطريق منذ البداية، منذ 2019 احنا قلنا أن هذا خارطة الطريق، خارطة نقول انسداد، خارطة يعني خارطة سوف تؤدي إلى انسداد، وخارطة يعني خارطة فاشلة. واليوم يعني بالدليل هذه الخارطة فاشلة لأنها لم تحدث التغيير، لأن الجزائر الجديدة الموعودة التي وعدها نظام للشعب الجزائري اليوم أصبحت أكذوبة، أكذوبة يعيشها الشعب الجزائري يوميا على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي. أنا نقول يعني احنا طالبنا عدة رابطة حقوقية، ونادينا عدة مرات السلطة إلى التعقل وإلى وإلى يعني مغادرة هذه الطريقة، خارطة الطريق.
قلنا عدة مرات طالبنا السلطة أنها تفتح حوار حقيقي مع الشعب الجزائري من أجل تغيير سلس، من أجل تغيير يعني هادئ، من أجل تغيير سياسي حقيقي. لكن السلطة تعنتت وتمسكت بخارطة طريقتها يعني ضد الإرادة الشعبية. ويعني كل انتخابات، يعني أنتم لاحظتوا كل انتخابات، يعني نقول يعني نسبة المشاركة في كل انتخابات لم تتعدى يعني 20% 30%. هذا يعني ما يبرهن يعني هذا نقول يعني الفارق الكبير بين السلطة والشعب، ويعني المشكلة الشرعية الديمقراطية. اليوم شفنا يعني النظام بمؤسسات ضعيفة، شفنا النظام يعني بأداء ضعيف، حكومة ضعيفة. يعني حتى النظام يعني شفتم كيفاش يعني كل 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 دورة يبدل وزير، كل دورة يبدل يعني رئيس. وهذا لم يقنع الشعب الجزائري. لأن واليوم نقول بمناسبة يعني ذكرى سالفة الحراك، أنا نقول يعني لم يفوت الوقت. يعني هي مسألة إرادة سياسية. النظام قادر يعني اليوم يفتح مسار جديد، مسار حقيقي من أجل إنقاذ البلاد، من أجل إعادة استرجاع الثقة. لأن حتى اليوم الثقة ما زالها مفقودة، يعني حتى يعني حلقة التواصل مع الشعب ما زالها مفقودة. يعني هذه المؤسسات التي فرضت على الشعب الجزائري لم تؤدي دورها، ولم تؤدي دورها لأنها مؤسسات غير مبنية على الشرعية الحقيقية. وهذا مشكل أساسي، لأنه اليوم يعني نقول النزاع الحقيقي بين السلطة والشعب أو السلطة والحراك هو يعني أن النظام يقول هناك حراك أصيل، حراك أصيل انتهت مهمته بمجرد سقوط بوتفليقة وإجراء انتخابات رئاسية. والشارع أو النظام والحراك يقول لا، الحراك خرج من أجل بناء دولة القانون، من أجل تغيير النظام.